الافكار السلبيه دي لو سبتها تسحلك سحله السنين. سلسله 5 دقايق في 30 يوم اللي احنا بنعملها ايه الهدف منها اساسا؟ ليه ما تاخدش كل العصافير بحجر واحد؟ والله دي لحظه وقوعك، واللحظات دي عدت عليا اوقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم ابطال عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو Q&A اللي انا شخصيا والله بستناه من شهر للتاني او من شهرين كل ما بنعمله. الفيديو ده بيكون فرصة ان احنا نبدا ندردش مع بعض كده بعيدا بقى عن الجو الطبي والمعلوماتي العلمي، بنبدا نعرف فيها معلومات اكتر كده. انا شخصيا ببسط من نوعية دي جدا من الفيديوهات. السؤال الاول معانا من الزوز اي ام، بيقول ازاي انتظم في التمرين وفي التزامي بالامور الدينية في رمضان مع الدراسة عشان الموضوع صعب قوي. الحقيقة رمضان هو فرصة جميلة جدا جدا للتنظيم، يعني عايز اقول لك احسن حاجه تبدا تعملها ان انت تبدا تنظم يومك. ربنا في الحياه في الطبيعي مقسم لنا ومنظم لنا يومنا عن طريق 5 صلوات، فتخيل بقى في رمضان في 5 صلوات وفي صلاه تراويح. انا عارف اليوم صغير واليوم بيخلص بسرعه لان ايام جميله وبتعدي بسرعه، لكن تقدر تنظم ده جدا جدا جدا. يعني مثلا اقول لك على روتين حلو جدا، انت ممكن لو انت عايز تخس مثلا اقول ناخد الساعه قبل الفطار. ممكن الساعه قبل الفطار دي تكون مثلا بتقول فيها اذكار المساء بعد ما خلصت مثلا صلاه العصر بشويه، قعدت قرات قران او حاجه، وبعدين رحت اتمشيت لمده ساعه وانت بتقول اذكار المساء بتقول اي اذكار انت عندك، فانت كده جمعت الحاجتين في نفس ذات الوقت. طب طريقه ثانيه، وانت عايز تمرن تمرين تقويه مثلا، عايز تروح الجيم مثلا، تعمل ايه؟ بعد صلاه التراويح او بعد صلاه القيام بالليل ابدا روح الجيم في الوقت ده، وده هيكون احسن وقت بالنسبه لك، فتقدر توازن لو انت عايز. السؤال الثاني من مو كلينيك، فمو كلينيك اسمه اسمه شدني يعني، بيقول خسيت بس في اثار ستريتش ماركس، ازاي ابدا اتخلص منها؟ ودكتور انا بحبك قوي والله من زمان انا متابعك ونفسي ابقى زيك، ما هو السر وراء نجاحك؟ ده السؤال الثاني والتوفيق. يعني هما سؤالين، ستريتش ماركس ازاي نبدا نتخلص منه. والله الامر يطول الحديث فيه، بس انا عايز اقول ان الستريتش ماركس لها انواع كتير قوي على حسب لونها. كل ما لونها يكون رايح ناحيه الابيض اكتر، كل ما يكون دورنا مش قوي قوي معاه كعلاج طبيعي او بس تمارين وتغذيه، لا ساعتها بيبقى اجهزه الجلديه لها دور قوي يعني عشان تبدا تروحها. لكن لو لونها احمر او لونها ناحيه الحمار، فده ليه دور كبير جدا نقدر نعمله عشان نبدا نروحها، وان شاء الله ممكن يبقى في فيديو كامل على الموضوع ده. الجزء الثاني من سؤالك ازاي تبدا توصل للنجاح. والله بص يا اخي، انا شخصيا يعني بعتبر نفسي يعني كلمه النجاح دي كلمه كبيره جدا وهي النهايه، فانت لو حطيت نفسك ان انت وصلت النجاح، والله دي لحظه وقوعك، واللحظات دي عدت عليا اوقات، كلنا بشر وبيحصل لنا حاجه زي كده، ودي كانت اقل لحظات انا كنت فيها في الانجاز. يعني بدات يعني لحد ما الحمد لله فقت كده، فوقت نفسي قلت لا لازم نفوق، احنا لسه قدامنا مشوار طويل جدا على ما نوصل نحقق حاجه. عايز نصيحه واحده في الجون، الاستمراريه والصبر. الاستمرارية والصبر، الاستمرارية والصبر دي هي صفات الأنبياء. يعني الأنبياء أعظم البشر وأكمل البشر وأحسن ناس عملت إنجازات في الحياة. سيدنا نوح قعد يدعو قومه 950 سنة وما آمنش معاه إلا قليل جدا، ما يزودوش عن 50 أو 70 واحد، فمتخيل أنت الصبر قد إيه؟ ومع ذلك هو من أولو العزم من الرسل، يعني من أعظم الرسل والأنبياء اللي ربنا نفسه ذكرهم في القرآن، مع إن عدد المؤمنين بيه أو عدد الفولورز بتوعه لو هنقول كده قليلين، لكن العبرة بالسعي والمجهود. السؤال الثالث هتكرر بشكلين، اول طريقه من عبد علي بيقول نصايحك لطلاب ثانويه عامه في الفتره دي، وتكرر بطريقه ثانيه من عبد الله عبده بيقول السلام عليكم، انا في ثانويه عامه وليا حوالي شهرين مش بذاكر كويس، وكل مالي وحالتي بتتدهور، بطلت اروح الدروس وللاسف حاسس ضميري مات خالص في النظام الجديد ده، يا ريت حضرتك تقول على نصيحه اخويه استرجع بها طاقتي لان بجد نفسيتي تعبت. نصيحه لثانويه عامه، وخدوها من اخوكم الكبير، ثانويه عامه دي زيها زي اي سنه، هتاخدها على صدرك جامد جدا. هي طبعا سنه موتره، يعني لازم نبقى عارفين ان ده فعلا حقيقي، هي سنه موتره وكلنا متوترين وفي البيت متوترين، واللي بنصرف فلوس كتيره بنبذل مجهود كبير، لا شك في ذلك. علاقتك بربنا اولا واخرا، علاقتك بربنا لما تكون كويسه صدقني والله كل حياتك هتصلح بما فيهم دراستك بما فيهم مستقبلك. ادعي دايما ربنا كده واتكلم معاه بطريقتك واسلوبك، يا رب انا مستقبلي كله حطه بين ايديك، وابذل انت وخد بالاسباب، خد بالمجهود، ذاكر واعمل اللي عليك، وصدقني ربنا مش بيضيع مجهود حد، وربنا بيعوضك عوض كويس جدا احسن من اللي انت متخيله كمان. تالت حاجه، اكلك وتغذيتك مهمه جدا جدا في السنه دي، لو كلت وتخنت وده للاسف بيحصل ناس كتيره قوي، التخن ده شيء بيكسلك وبيخليك مش قادر تكمل، بيأثر على نفسيتك بالسلب فخلي بالك. رابع حاجه، انت محبط وحاسس الموضوع صعب والدنيا راحت منك، انا عايز اقول لك الدنيا ما راحتش منك ابدا، انت بقرار والله صدقني في شهر ممكن تقلب الدنيا. عايز اقول لك ليه صديق ليا في الكليه، احنا كنا بندرس جيولوجيا في الثانويه العامه، تمام؟ صديقي ده كان في الكليه بيقول لي ان هو ما خدش درس خالص في حياته في الجيولوجيا، مع اننا كنا بناخد دروس ومذاكرها من اول يوم يعني، وما ذاكرهاش خالص غير اخر 3 شهور وقفل جيولوجيا، مع العلم ان انا شخصيا اللي كنت بذاكر جيولوجيا من بدايه ثانويه عامه خالص، نقصت 3 درجات في جيولوجيا، اي نعم يعني كان في تظلم وفي
قصه كده مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي، لكن يعني دي النتيجه. قفل جيولوجيا بمذاكره 3 شهور بدون اي دروس، انا باخد دروس طول السنه ونقصت 3 درجات، وفي الاخر هتنام في كليه واحده، فالفرصه ما ضاعتش ابدا. حاجه كمان، حاول تحيط نفسك بكوميونتي او مجتمع يشجعك على ده. انصحك جدا بقناه صديقي دكتور محمد ايمن، هو طالب طب بيبدا يدي نصائح ثانويه عامه كتير، معظم الناس اللي بتتابعه من ثانويه عامه، فده ممكن يشكل لك البيئه اللي انت ممكن تكون محتاجها. فهمنشنه في اول تعليق هنا على الفيديو، روحوا له وهتستفيدوا منه جدا. ويا رب تنجحوا كلكم وتفرحوا اهلكم وتفرحوا نفسكم، وتعرفوا ان انتوا بتبداوا خطوه، هي خطوه مهمه صحيح، لكن لسه المستقبل ولسه الحياة شايلة لكم كتير ومستنياكم، واللي قدها ان شاء الله هو اللي هيكمل. السؤال الرابع معانا من جمال عبد الناصر. السلام عليكم يا دكتور، متابعك من 3 سنين ونص وحاسس انك عايش معايا والافاده منك كبيره بفضل الله. انا كان ليا طلب عايز حضرتك تعمل لنا فيديو عن الكاليستنكس، وعايز افاده من حضرتك عشان المعلومه منك موثوقه. عايز نتكلم عن الكاليستنكس والستريت ورك اوت. الكاليستنكس ديت هي الرياضات بوزن الجسم، ويمكن اي تمرين احنا بنعمله في البيت هو يعتبر كاليستنك، لان احنا بدون ادوات طبعا بنعمله بوزن الجسم. رياضه ممتازه جدا، لكن لازم تبداها بتدريج. شيء حلو جدا ممتاز ان انت تعرف تتحكم في جسمك في 3D ثلاثي ابعاد، هو شيء جميل جدا ولطيف وحلو ورياضه كويسه جدا زيها زي الرياضات كتيره. فانت لو بتحبها جو فور ات، او روح اعمل كده فعلا، لكن ابدا بالتدريج. يعني مش لازم هتبدا دلوقتي وتروح عامل هيومن فلاج، يعني واحده واحده. السؤال اللي بعد كده من عبد الرحمن نصر احمد مهدي، بيقول ازاي احترف مجال الفتنس وكمال الاجسام. سؤالك ممكن يتاخد بمحملين، انت عايز تكون مدرب ولا عايز تكون محترف كهاوي او كرياضه او كده. خلينا نقول الشقين. لو انت عايز تكون مدرب او مجال التدريب او مجال التمرين، لازم تاخد كورسات تؤهلك لذلك. من اهم الكورسات على الاطلاق اللي تؤهلك لذلك هو ان انت تكون فاهم في العضلات، زي مثلا كورس تشريح العضلات اللي احنا بنقدمه، بنبدا نتكلم فيها عن العضلات بنظره تشريحيه عميقه جدا بمستوى يليق بيك كواحد مش بتدرس طب، فبنبسط الموضوع عشان تبدا تفهمه. طبعا لو حابين تعرفوا تفاصيل الكورس بتاعنا وحابين تشتركوا فيه، تواصلوا معنا على السوشيال ميديا والناس هترد عليكم يعني وتقول لكم الكورس ازاي وتفاصيله ايه وكده. بالاضافه ان انت تاخد كورس مثلا المدرب الشخصي المعتمد سيرتيفايد بيرسونال ترينر، في اتجاهات كتير قوي ممكن تاخد فيها السيرتيفيكتس دي او الشهادات دي، وشهادات محترمه جدا. لو انتوا حابين نتكلم في فيديو كامل على الموضوع تاخد منين شهاده المدرب الشخصي المعتمد، او ازاي تكون مدرب كويس او 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 كده، عرفوني تحت في الكومنتس. فده اول شق لو انت عايز تكون مدرب. ثاني شق لو انت عايز تكون فيزيك بقى ومحترف وكمال اجسام بقى وبتطلع على ستيج ومسرح، اكيد ده طريق تاني، طريق شغل يعني مش بس هوايه. طريق الشغل بيكون فيه حاجات كتير قوي موجوده، انا ما اشتغلتش بالطريقه دي فمش اكتر حد اقدر اديك النصيحه دي. في ناس كتير قوي ممكن تتابعها، بجرامي، دره، مؤمن ماهر، انفورما، الكباتن، الناس اللي بتبدا تركز اكتر مع التمرين، الناس دي كلها اكيد تقول لك اكتر كطريق لو انت عايز تكمل فيزيك او عايز تشوف بقى الكارير بيمشي ازاي. الناس دي ممكن ترجع لهم ويفيدوك اكتر مني في الموضوع ده. السؤال بعد كده من احمد اسامه، بيقول ازاي بتتعامل مع الافكار السلبيه اللي بتيجي في دماغك في وسط اليوم، زائد احلى دكتور في الدنيا حبيبي وحميد. بص يا سيدي، الافكار السلبيه دي لو سبتها تسحلك سحله السنين وهتضايقك جدا وهتحس ان انت محبط ويومك قفل. فالحل ان الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. يعني ايه؟ جات لك افكار سلبيه، تمام، اكتبها في ورقه وارميها. دي تكنيك حلو قوي بينفع ان انت خلاص فضيت دماغك، ما تسيبش نفسك للاوفر ثينكينج يسحلك، ما تقعدش تفكر في الموضوع كتير. لو بتفكر على حاجه كتير وخلاص انت مشغول بيها، لا، ورقه وقلم كده واقعد اعمل اي حاجه، فاهمني؟ اتفرج على فيديو، افصل وخلاص، هتلاقي نفسك مخك بدا يطنش ويبعد عن الموضوع ده، والفكره السلبيه تدريجيا هتبدا تروح. فاعرف الموضوع كله ايه في دماغك. السؤال الجاي هو صراحه مش سؤال بس نصح جميل جدا جدا من اميره عبد الرحمن، بتقول جزاك الله خيرا يا دكتور واياكم بالتوفيق. اقترح لك تقرا احاديث الاربعون رياضيه، وفي شرح لها على اليوتيوب. مش عارف الاربعون الرياضيه دي تقصد الاربعون النوويه او ايه، بس تمام، بحيث تاصل الموضوع الرياضه منظور ديني، لان ده اصله باب في الشرع اكيد. ولو قدرت تجمع ما بين محاسن الاسلام وقدرت تخدم الدين في الباب ده، الرياضه المحافظه على البدن. اولا الى اخر التعليق، يعني اولا انا بشكرك على تعليقك الجميل، ويعني حابب الفت لفته هنا ان احنا فعلا النيه تفرق كتير جدا معانا. احنا بنعمل رياضه عشان صحتنا وابداننا تكون كويسه، لكن لو اخذنا نيه ناخد اجر كبير جدا، ليه ما تاخدش كل العصافير بحجر واحد. السؤال بعد كده من واما، واما بتقول بالنسبه للساعه الذهبيه بتاعت الرياضه قبل المغرب، ازاي تتعمل في البيت؟ هل نفضل نمشي في مكاننا ولا هنعمل ايه؟ وهل هتجيب نتيجه لو من ربع
ربع لنص ساعة عشان مشغولين بتجهيز الافطار والدعاء وكده، مع العلم عمري 15 سنة. طيب سؤال جميل جدا ممتاز، اي رياضة هتعملوها في الوقت بتاع قبل الافطار دوت هتكون ممتازة جدا من حيث حرق السعرات الحرارية. ساعة هتكون شيء رائع، يعني هيفرق معكم كتير لان المدة طويلة، لكن قدرت نص ساعة مفيش مشكلة. طيب اقل من كده انصحك لو هدفك حرق الدهون، او لو هدفك حرق الدهون ان انت تعمل الخمس دقايق الانتنس اللي احنا بنبدا نعملهم زي الخمس دقايق كارديو مثلا في الوقت ده هتكون ممتازة، بس ما يكونش هدفك ان انت تبني عضل. السؤال اللي بعد كده من محمد الشهري بيقول بخصوص تمارين التلاتين وكده، هل المفروض نوقفها بعد التلاتين يوم ولا عشان نحافظ على النتيجة ولا ايه؟ طيب سلسلة خمس دقايق في 30 يوم اللي احنا بنعملها ايه الهدف منها اساسا؟ الهدف منها ان انت تبدا تنمي عادات في يومك. اكيد انت هتوصل لحاجه كويسه جدا لو استمرت على السلسله دي، لكن الفكره كانت منها من البدايه ان انت قعدت 30 يوم تعمل حاجه اكيد تكمل عليها، اكيد مش هنرجع للي احنا كنا بنعمله غلط، اكيد هنرجع ان احنا نبدا نحسن ونشتغل كويس جدا. فاكيد 30 يوم دي هي فكره والفكره لا تموت، واكيد تكمل كده بقيه حياتك او على قد ما تقدر. طبعا مش لازم نستمر بنفس الطريقه، لكن احنا فهمنا الفكره بتمشي ازاي. السؤال بعد كده من ادهم هاني بيقول ايه رايك في الشهادات الكليه، وهل انت اعتمدت على شهاده الكليه، وهل التقدير بيفرق ولا لا؟ الموضوع ده قلقك جدا. بص يا سيدي، دلوقتي شهاده الكليه دي هي ام الشهادات، يعني هي اكبر حاجه انت عملتها. يعني مثلا قعدنا 6 سنين ندرس في كليه علاج طبيعي مثلا عشان نبدا نتخرج باكبر شهاده ممكن ناخدها. هل اعتمد على ده بس؟ لا طبعا، لازم تبدا تطور نفسك في كل الحاجات، لكن شهاده الكليه شهاده مهمه جدا جدا ليك. انا شخصيا ذاكرت حاجات كتير جدا، ويمكن هو ده اللي نماني وهو ده اللي مخليني قاعد قدامك دلوقتي. بحب افهم كل حاجه، بحب اعرف حاجات كتيره، فبدات اجمع موديل انا كونته لنفسي بناء على ما اخترته لنفسي واللي انا حابه. تمام، انت ممكن يكون ليك الموديل بتاعك، ممكن يكون ليك الطريقه او الفكر بتاعك اللي انت تبدا توصل بيه للي انت عايزه. بس كده ابطال، ده كان الكيو ان ايه الاول معانا في رمضان، ان شاء الله في واحد تاني، وانا بستنى الفيديوهات دي بجد فعلا عشان نبدا ندردش بالشكل اللي احنا بنقوله. والله انا بحبكم كلكم في الله، وبتمنى لكم كل خير والتوفيق كله يا رب، اللهم امين. كان معاكم دكتور حسن طارق، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.